يلا 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 تعي. انت منيحة؟ تعي لك يا روم، عم فكر ايش فضه هون. بتعرفي انه رح يجي الصيف؟ هو طبعا احسن شيء الدايت، بس انا ما عم بقدر اعمله لانه الاستقلاب عندي بطيء، عم بشتهي الاكل وعم بيزيد وزني يا حوينته. يعني هلا شو بدها تعمل رولا؟ لانه ما عم بفهم، وطاقتها عاليه بالفتره الاخيره، عم تقول عندها خطه للربيع، بس اي خطه ممكن تمشي بدوني؟ نروم حياتي، المعجنات تؤدي للسمنه، وطبعا صح تعملي رياضه لانه بتفيد اكثر. ايه من بكره بروح على الجيم. عمر ابلاجي ستايل. لا لا، يا ترى العب تنس؟ ايه بلبق لايدي تحمل المضارب، انا من زمان كانت لياقتي عاليه. وما عم تحكي مع عمر كمان، اولاد العم الاثنين مختلفين. لو عم تحاكي كنت رحت لعند عمر وسالته عن خطه رولا لبعدين، بس ما عم يحكوا سوا. انت لا تشوفه كتوم وما بيحكي، بس عمر ما بيتحمل وبيحكي لمرت عمه، وفجاه هوب بيفتح لي قلبه وبيقول كل شيء مخبى. حبيبتي عمر بيعمل رياضه قاسي، اما انا مبتدئ. يا ترى بلش بالمشي الصباحي، شوية هرولي على الخفيف، وبعدين بلش بالتنس. ما بجوز ما كمل، يعني تخيلي كل يوم صبح في على نفس الطريق ونفس الناس. لا لا حياتي، بده يديخ اللي ما بدي. لسه ما خلصنا من سيرة غسان، فاتت بالشغل ومسؤولياته، شي بتقول شغلي وشي غيره. يي انشغل بالي، بس ما تكون مريضة أو فيها شي، بلكي معها وسواس قهري. معقول يكون صاير معها هوس لبنتي؟ يي على طول عم يتدرب حياتي، لو ما بيعمل رياضة ما كانت خلص من هالطاقة السلبية أبدا. يعني بده يصير نكدي ومزاجه كان صار مصيبة كبيرة. أنت ما شفتي نيحية اللي معه ديما؟ عمور بيرتاح معه. ليش يا ترى؟ جشمة منيحة لرولا، ببعتها بما إنه إجا الصيف. سمسومة صحة، بتروح على الشط بتصير تتصور وتحط على الفيسبوك ليشوفوا قديش حلوة. بنتي حلوة طالعة على أمها. نحن بالوراثة عنا جمال بالعلم وبإيدنا. يا روحي هدول بيتغذوا بالأكل الصحي، بتلاقيه عندهم كلهم، مع إنه أنا ما بعمل هالشغلات أبدا. حياتي الكلير بالشوكولا، أنا أجدب بقاومها. كيفي بقى؟ لك خلص اللي أنتوني أنت وياها. هالوضع بس أنا اللي هيك عم حسه. عن جد أنتوا ما عم تنتبهوا شو عم تعملوا؟ ما عم تزعجوا لك؟ ما عم تسكتوا؟ يي شو في يا روحي؟ موضوع رولا هو اللي زعلك؟ يي سمسومة بيك لا تعصب كرمال عمورة، هو ابن أخوك بالأخير. يعني بعالم الأعمال بتصير هيك شغلات، بالشركات في عدم تفاهم ومشاكل بيناتهم. رو أيه بتحله كله، بنتنا ذكية وكلهم بيشهدوا بهالشي، لا تخاف عليها. يي رولا شطورة، وبالعموم أنا الكنترول. إيه لكان هذا غير إنه عمور بيملك أحسن وأطيب قلب بالدنيا كلها، بيقولوا الولد نصه للعم ونصه للخال. مايا مايا خلصيني منهم يا مايا. تعي اتصل بالاسعاف لو اي شو اعمل. مايا الحقيني خدي لي فوبك. مايا رح تقعلي خدي لي محل في ناس طبيعيين يكونوا بيحكوا طبيعي مو مثل هدول المجرين. دمروني يا مايا رح تقعلي. مايا خليني اشعلك شو قعدك ولا بغرفتك مشان صحتك. جننوا للرجال، رجال مثل الجبل جننوا. يا حوينك يا سامي بيك. يا حرام والله حرام. يا لك شو صار له؟ أنا ما فهمت شي بالمرة، هيك بتهب عليك كل فترة، هو صاير عم بيعصب. برأي حياتي راحت صلاحيته كبي، خلصنا شوفي حياتك. مين سامي؟ يي بحياتي ما بغيره، فهمت؟ مجنون انت، عملت عليه استثمار، ما بغيره بنوب. لازم تنتبهي، سر الشباب هو كل 10 سنين بتغيري حبيبك وبتجددي شبابك مع حبيب جديد. لا انا بحبه كتير لجوزي، عشقانته لك سمسومة قلبي، هذا ما بغيره بنوب. اتذكرت، مستحيل تتخيلي. اسمعي زيزي، عرفتيها؟ رافقت واحد ولي عليه شو بشع لو تشوفيه ناره. لك صحي كيف نحفت حالها هالقد؟ انا شفت حياتي وشها حلو كمان، وكمان وشمت حواجبها وعملتهم قصه. عرفت دي قد ما عملت مين رح ياخدها الا اذا كان مجنون. رولا بنتي حلوه كتير بعرف. مو رولا زيزي. على تجوزت مين اخدها؟ غسان اخدها لزيزي. لا حياتي لرولا. يي فوتنا المواضيع ببعض، رجع للأول. أي برأيي نحن ضيعنا لأنه خلص الفريز من هون. ما ضل في كتير، مو اسمه بعد كم يوم بيخلص. هون قصدي الصحن فضي، أكلتهم كلهم. هاي يي لولي حبيبي، مبدئيا أنا ما عاد فهمت شو عم نقول. اسمع لقلك، تعا نجرب صوتنا ما يطلع من تمنا ونخليه بالقلب. معك حق، خلينا نحكي من جواتنا. صحي انت رحتي من قبل على هذا المحل؟ اول مره بيجي، قلت منروح سوا. عم يقولوا كتير حلو، قد
أكتر محل راقي ورايق ممكن تروحي عليه. حياتي إذا نحنا ما زرنا لهلا فما رح يكون. أكيد. شو عم تعملي؟ مين هذا؟ أوه مدري مين بس كأنه نور وشه. خلصنا. بس ما تكوني عشقانة رولا، صايرة ما عم تحكي لنا التطورات. واضح إنها عشقانة. خلصنا بلا حكي فاضي، شو هي عشقانة؟ هذا كله شغل. ايه وهالشغل مع مين؟ داني ترامبا. مين قلتي؟ كتير جنتل وحلوة، ما على الحقيقة حلو كمان؟ ما بعرف ما دخلني. ايه انا شايفته على الحقيقة بياخد العقل، جذاب كتير. ايه هيك بيقولوا، بس بيقولوا ما بتقدر توثقي فيه، مشهور بتطبيق الصبايا وسيئة أخلاقه. انتبهي. ايه مزبوط، كنا سوا على هيك قصة. يا تذكرت كيف بكاها لهديك البنت، قعدت تبكي قدامه وتترجى، زعلت عليها. ما عم يطبقك ما هيك ولا؟ خلصنا يا بنات، مو هيك أبدا، الشغل هو اللي بيجمعنا. الشغل إذا بالبيت إجي أخدك. صحي هو غني وأكابر بس سمعته مو حلوة نهائيا، لازم تكوني ذكية معه. أو وين ما كنتي بيجي لعندي. هو مثل كل هالشباب، بيعمل حاله بحبك وبيعاملك مثل الأميرة، وبس يمل منك بزتك فورا بالشارع. وأنا سمعت هيك. فتح محل مشروب جديد، خلينا نروح لهنيك. أكتر شي بضايقني البنات اللي بتغابوا، هالبنات الجدبان اللي صاروا بيعرفوا شو هو، كيف بيرجعوا بيصدقوا؟ يعني على الأقل تكون الوحدة ذكية. إيه طبعا طبعا معك حق. أو وين بدك أنت؟ شو جوابك؟ الذكاء هو السلاح طبعا. صح. يلا لك. عمر شيل المزح، ديما معها حق. غسان لك فهمان عليك، بس اسمعني شوي. هلا انا فهمانك انه عملت شي بنيه طيبه، بس الفكره هي يلي ساويته بدون ما تقلها تقيل، ما هيك؟ يعني انا لو كنت محلها بجوز كنت زعلت. كانوا رح يتقلعوا من بيتهم إذا ما إلك خبر. والله فهمان، بس البنت طلبت منك مساعدة عمار؟ قالت لك مثلاً تعال حقنا رح يقلعونا من البيت، بجوز كانوا بيقدروا يدبروا حالهم بلاك. بس أنا ما توقعت إنه القصة تكبر هالقد وتصير قضية الشرق الأوسط، كبرتوها كتير ما بدها هالقد. شوف رح أقرب لك الموضوع. عمر أنت من الأول كنت بحياتها لديما شي؟ لا. شوابك صح، الجماعة على طول متعودين يأكلوا ضربات وينفذوا منا، ونفس الشي رح ينفذوا منا كمان هالمرة. وبعدين مدام ديما ما حكت لك شي معناتها ما كان بدها انه تتدخل وتساعدها، ولهيك انجرحت. وانا ما تخيلت انه هالموضوع يقلب ضدي وصير متهم. المشكلة هلأ انه اللي بالشركة عرفوا كلهم، والطبيعي تتضايق أكتر. انا ما كان قصدي زعالة مني هالقد. تزعلها هلا قلت لي ديما مجروحة عمر والباقي عندك. عمر يلا دورك صار. ما شاء الله على هالتم مثل التمساح. لا تتغالظ علي، شو بك حامل انا؟ عم اتوب عن اثنين، شو اعمل؟ لكن ما تروحي تنامي ببيتكم، ليش نايمه هون؟ مستحيل، رح استنى النزار، بدي اعرف شو صار. مو بدنا نعرف، بدي افهم امتى قرر وامتى راح وشو حكى هو وياه، بدي اعرف بالتفصيل. يا مساء الخير. شو اخباركم؟ سمعوا ليك، شو حلو هالجهاز، كيف بيشتغلها؟ مساء الخير حبي. مساء النور حبي. شو اخبارك؟ عال. ايه كيف الشغل؟ لانه هلا الجو صار احسن، ما دفي شوي. شوي وبيطفى، مو كتير مطول. عندي سؤال مهم. مثلا خلينا نقول زادوا بسعر السكر، ماشي؟ في حدا بتروح لعنده لتحكي معه وتفش قلبك؟ حدا تحكي معه وقت ما بدك؟ وامتى ما خطر لك بدق الباب عليه؟ شو قصدك نهال؟ من غير السؤال، انت امتى بتسكر القهوة؟ بتتأخر يعني زار؟ يعني مثلا الزباين بيخلوك تسكر اذا قاعدين ومروقين؟ لانه انت اوقات صاير تتأخر على البيت وما بتتعشى معنا وبتاكل برا، وهيك مو صحيها.
في فيروسات، الأكل برا البيت، وقفوا فورا. هاي أنا ما باكل برا. نزار إلها وين كنت المساء وريحنا من هالأسطوانة، الله يوفقك. ها عند عمر. ليش نزار؟ بشو حكيتو؟ قعدتو بالجنينة؟ يا نيهال ناقص تقليله شو شربه، مو على أساس ما رح تحسسيه إنه بتعرفي؟ كيف هيك؟ أنتو كنتوا هنيك؟ شو بده ياخدنا؟ ليش لنروح بيت عمر؟ مشي الحال عارف، مشي الحال. هاي كنا هنيك. شو السبب؟ لأنه أنا أجدهب جدي ولعب بعقل تيس، خلتني روح معها لنسرق صندوق البريد، ويا ريت استفدنا. شو صار ليش؟ خلاص شو بدك بعدين، أنا بحكي لك كل شي بالبيت. رحتو قلي شو أخدك لعنده، بشو حكيت أنت وياه؟ والله شوية أحاديث عن قصة شروة البيت، أكابر هالشب. أنا وياه تفاهمنا والحق معه وهيك يعني. طيب ليش لا تسهروا للصبح يا ديما؟ شو عم تستضيفوا جيش؟ للضيوف كم واحد بيطلعوا؟ ما كنت متوقعة هيك، مثل اللي نصيب طلعوا. وحياة الله مت من التعب. ليكي ديما، شو بدي قلك؟ برأيي بكرة اعتذري من عمر وصالحي. شو؟ انت يلي غلطاني معه، المفروض انه تعتذري وتشكري. يعني هو شو سوا؟ انا اقتنعت منه. بس دقيقة، انت حكيت مع عمر؟ ايه حكيت. يعني انت رضيان عنه وعم بتقلي اعتذر كمان؟ صحيح، لا تكبري راس، مو معه. ايه ايه، وانا رأيي مثل رأيه، يعني اعتذري. تعرف شو؟ الحل واضح وقدامك، روح واعتذر، بجوز ما ترضى من أول مرة بس بجوز من الثانية. ايه بجوز. ها وكمان شوف، وقت منزعل حدا من حبه ومنكون غالباً جارحينه بدون ما نحس، وفجأة منشوف هذا الحدا مزعوج، منقول منزعل منه لأنه قالب خلقته، شو المفروض نعمل نحنا؟ نحاول نعطيه حب وخصوصية. كل الناس هيك عمر حبيبي، الناس اللي منحبهم منروح ومنعتذر منهم منراضيهم. بعتذر إني عفوت بخصوصياتك، بس مجبور أنصحك لأنك عنيد وما بتسمع عن حدا، فقلت بلكي بتسمع مني. فهمت غسان، جرب فهمت مني. اختصر يعني شوي بالكلام. ماشي يلا خلينا نعمل بروفا، وأنا رح أعمل دور ديما. غسان شو بك عم بمزح معك؟ شو هالراس الكبير عمر؟ اعتذر وخلصنا. مو هلا، بحكي معه بكرة الصبح. ممكن بريك كوتش؟ سمعت انك بتلعب هون. الظاهر استخباراتك قوية شوي. مو كتير مهم. سوري ما شفت مسجاتك، كنت مشغولة. ايه بخصوص الشغل، تعي بدي افطر وبنحكي شوي. لا انا فطرت شكرا. ايه واذا تاكلي لقمة معي. انت متعود تتحكم بالناس، احكي يلي بدك اياه على الواقف. رولا شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ كأنك اليوم متغيرة شوي. معك حق، اخذت قرار ولازم تعرفه. من اليوم ورايح حلقتنا رح تضل محصورة بالشغل. ليش شو صار؟
ضروري يصير شيء؟ يلا مو بدك تحكي، عم بسمعك قول. مشان قصة فريال، انت عندك خبر بالثمان صفحات يلي عطتهم لباسيونس؟ ايه طبعا، ايه عندي خبر. ممتاز، اسمعي لكان، هاي فريال وحسب معرفتي فيها بتكون عم تاخد منه المصاري من باسيونس، يعني مننشر هالخبر وهيك باسيونس ومع فريال بيروحوا من طريقنا. يعني الصحف الصفراء تقصد داني؟ بالضبط هيك. لا يا داني، هالشي ما بيجوز نعمله بحدا. ما بيجوز؟ انت شو بتفرق معك اذا بيجوز ولا لا؟ لأنه هالتصرف وسخ، كتير وسخ يعني. ما عم صدق اللي عم اسمعه منك. انت من امتى بتهتمي بهيك شغلات؟ شو القصة؟ لأنه تعبت من اني كون غلطانة، عم تفهم؟ ما عندي القدرة لا احمل ذنب. غسان السبب، ما هيك؟ جاوبيني، انتي ليش عندك مشكلة تشوفي حالك مهمة؟ شو كل هالنقص والخوف هاد؟ انت شلون بتحكي معي هيك؟ شلون بتسمح لحالك؟ مو شغلك مفهوم؟ ورح ورجيكي شو رح يصير بغسان. داني انت جنيت بعتقد، خلصنا اصحى على حالك. هلأ بعد كل شي ساويت لك يا هيك عم تحكي معي؟ شو السر يلي فيه لغسان؟ ممكن تفهميني؟ ردي خليني اسمع منك شو بيفرق عن كل العالم السيد غسان. المسألة ما دخلها بغسان، يلي بيهمني هو عمر، بيهمني بابا. تذكر انه هي الشركة لعائلتنا داني، غسان ما عاد يفرق معي. يعني حضرتك توترت وعصبت على الفاضي. سوري رولا، انا أحياناً بتصرف بعصبية وبدوش. يلا تعي خليني ضيفك قهوة مشان تسامحيني. لا ما في لزوم. ما بدك تسامحي لداني؟ ولا ما بدك تشربي قهوة معه؟ حاسس بدك اتنيناتهم. خليني اتدوش ومن بعدها منشرب قهوة. بس أنا رولا، مو حلوة حركات الأولاد يلي بيحردوا. خلينا نتصرف بوعي، عيب كبار نحن. استني ما بطول. وصلت. مهم.
صباح الخير عمر بيك. صباح النور. اجى البريد واجى دعوة السفارة على الاستقبال. امبارح ديما كانت عم تدور عليها. ديما شافت بريدي امبارح شكلي؟ ايه حضرتك مو نسيتهم وقت نزلت من السيارة؟ وانا جاي لجيبه شفت ديما شافتهم ودورت عليها ما لقتها، بس اليوم وصلت. فهمت عليك، بس ديما بالعموم ما بتهتم بهيك استقبالات، والبريد وقت بيوصل ما بتهتم فيه. غريب. انا هيك فسرتها، بجوز انا اكون غلطان. وعلى فكرة اليوم حضرتك حلو كتير طالع. رح روح اعتذر منها. من مين؟ من ديما. هداك اليوم حكيت لك عن المشكلة اللي صارت. أكيد طبعا عمر بيك، يعني الواحد ما لازم يكون قاسي على اللي بيحبهم، وخصوصي إذا كانوا هن الناس مناح. وقتها ما بيهم مين صاحب الحق ومين المحقوق. مثلا أنا ما بتخانق مع زهرة، إذا زعلتها بعتذر منها دغري. ليش بدي اتخانق معها؟ بالأخير هي مرتي ورفيقة عمري، المهم يرضوا. اتفضل. شكرا. تكرم. يا ريت هلا يجي ونتصالح بالاسانسور ونخلص. على اساس اخذي موقف؟ شبك ديما، خليكي موزنه شوي. لا انت يا اللي اجيت اخر شيء. عفوا يا خانم. ولا شيء يا عم. ماشي. شو الاخبار داليا؟ عادي بصراحه، توقعتك ما رح تجي لهون اليوم، قلت بتروحي بتنبسطي ببيتك الجديد. عرفتي للبيت ما بيتك يا اللي اشتراه خطيبك. اسمعي، بتكوني غلطانة إذا مفكرة إنه معلوماتك صح. هلا أنت قبل ما تحكي عن الناس وتفوتي بخصوصياتهم بيكون مخك طبيعي ومتوازن؟ بلكي موضوع حساس، بلكي عمر معني فيه، بلكي عمر وأنا ما بدنا حدا يدرى. فكرتي بهيك موضوع داليا؟ ليش ساكتة؟ هلا شو بدك؟ هدول لعمر بيك ما؟ خليني أشوف. ما بتشوفيهم؟ شو قلتي وليه؟ هدول بأمانتي ما رح أعطيك إياه هون. داليا هاتيهم ولا تخليني عصب. تعصبي ولا ما تعصبي، ليش لا أعطيكي البريد؟ شيلي إيدك بعدي، ما أناك رفيقتي ولا بدك نكون. بتحبيني شي؟ ولا حتى بعمرك حكيتي كلمة حلوة شي يوم؟ هاتي من إيدك. أنتي على شو قاتلي حالك لنكون رفقات؟ شو عاجبك فيني؟ أنا بنت عادية وعايشة بحالة شعبية كتير ومتواضعة مثل كل هالبنات، ولسه أبسط منهم. ما لقيتي غيري من بين كل الموظفات يلي هون؟ أنتي قابضة حالك ومغرورة بعدين؟ مين قالك إنه بدي نكون رفقات؟ روحي على شغلك، هاتي البريد. يلا قولي لعمر بيك أحسن، لأنه واضح تأثيرك عليه، عم تخليه يصير خاروف. أنتي مريضة متخلفة عقلياً أنتي. ذكري هي وحدة بلا مخ. يلا وحدة مثلك بلا مخ، هي شو مفكرة حالها لحتى تحكم علي؟ اشتقت له موت، ما عاد فيني. أنا زودتها كتير، جرحته بعد ما وقف معنا. عمر اشترى بيتنا وأنا مثل الدبة كبرت راس. هلا بس يجي بشوفه وبعتذر. يلا تعا حبيبي. ولي شو هاد؟ شلون هيك؟ وصلتي اخيرا. صباح الخير. شو كانه الميزانيه وصلت قبلي على الشغل؟ كيفك اليوم؟ تمام كثير منيح، بس في موضوع الميزانيه ما رح يمشي ابدا. ليش؟ ما عجبتك الفكره؟ لا الفكره عجبتني،
بس الميزانية يعني ما بعرف إذا مجبورين نصرف كل هالمبلغ. مرفوض، سوري. معقول لأنه فكرة التنظيم بدها تكلفكم كتير مثلاً؟ عطيني أفكار معقولة أكتر مثلاً. ها؟ يعني أفكاري تجاوزت الواقع، لهيك صعب نمول أفكاري الإبداعية. كأنه هيك بدك تقول؟ مو هيك أبداً، بس عم بقلك إنه الميزانية كبيرة وكله تصوير لشقفة مجلة، ما في داعي للمبالغة. لشو؟ مبالغة بأفكاري؟ روعة أفكارك، بجننوا. أنت هاد قرارك الأخير يعني؟ بالشغل أكيد ما رح نتفق على طول. أكيد لا، بس غسان من أول يوم رجعت فيه على الشركة وأنت ضدي، يعني ولا مرة عم نتوافق بالأفكار أنا وياك. ومنتبه عليك، اشتهيت مرة. شو بدك قول له؟ اي ايه عم تشوفوني ما فكرت حالي تخبيت. اي حكوا انتو كملوا، اليوم انا ادني ما عم بيشتغلوا، ما رح اسمع شي. ياسمين يبدو ما رح نتفق بهذا الموضوع. ما تفاجأت، اول ما يجي عمر بناخد رأيه. ماشي حبيباتي، شو بدكم برأيه؟ خدوا رأيي. المشاكل بيخلقوا مشان حلها. مو على اساس ادنيك ما عم يشتغلوا؟ في وحدة منه شغالة، شو اعمل؟ اي ياسمين حبيبتي انتي، اسمعي، لانه روحك شغوفة وحساسة عم تقترحي افكار رائعة وبرأيي غيرها منك بعرفه. بعرف، حاسة عليه. غسان ليك شايف هي اللي واقفة قدامك؟ شكلها حاطة راسها براس كل تصرفكم مصاري. هي ليكك انت قلتها كتير هيك صح؟ اي ليكي، انا حاسس على غسان انه بطل يحبك، بجوز بده يطفشك من هون. مزبوط هذا الحكي؟ ها؟ بآخر فترة أنا حاسس عليه ياسمين إنه ما عم يحترم شغلك أبداً. إيه البنت للصبح عم تشتغل وتتعب وتنتج أفكار لتبيض لكم وشكم، حوينتها هلكت هون ويا ريتكم قدرتوها. لؤي شو عم بتخبس تقول؟ عم بيقول الواقع، اتركه. إيه غسان شوف، بتكون سانسريلا حاطة عينها على حصتك هون بالشركة، لكن لهيك عم تعلي صوتها، ما عم تتحمل تكون تحت جناحات باسيونس. لا لهون وبس، شو هالولدني؟ حكيك صح، حسيت عليها، ممكن كثير، ممكن كثير. غسان شو عم تحكي أنت؟ إيه على الفاضي، عم تضيعوا وقتكم أنت وياه، لأنه الكبار عم بيتصارعوا، أنتوا صغار لسا، لا تضيعوا وقتكم بالخناق، حرام ما بيصير، هذا غير عمركم يلي راكد ركد، لا وناس جداد تطلعوا وانبصوا أنت وياهم الصيف على البواب، إذا بدكم يعني بروح معكن. صايرة عم تتقوى علي ما؟ خلص لا تكبري الموضوع. عم بتقلل من قيمة شغلي كرمال ميزانيتكم. ما عم بقلل من قيمة شي بنوب، بس الميزانية كبيرة وهلأ مو وقت أرقام فلكية. شو يلي مو مفهوم بالفكرة؟ أي بس يا أولاد لا تتخانقوا، تعمر شوفوا مثل الأولاد الصغار، صوتهم عبت الشركة شو هاد، وغسان من الزعل نزف انفو. وينك عمور؟ عمور هي هي علينا على هالقصة. عمر بيك، حميت لك بريدك بروحي وما طلعت ثقتك فيني على الفاضي، يعني شو ما كان يكون لازم يكون بين الأزواج احترام، وفي شيء اسمه أشياء خاصة. داليا من وين بتجيبي هالطاقة من الصبح؟ شوفي اختصري. تفضل هدول إلك. ديما كانت بدها تشوفهم بس أنا ما سمحت لها وقلت لها ما بيصير بدك تاخديهم من عمر بيك وتشوفيهم، وأنا كمساعدة ما قط. ديما. أهلين عمر. أنت شو لك شغل بالبريد تبعي؟ تعي نحكي فوق. تفضلي عم اسمعك، قولي. شو سألتك؟ أنت شو بدك بالبريد تبعي؟ ليك الصراحة لما بيصير معك مصيبة وشو ما صار بحياتك ما لازم أعرف عنه، ليش أنا مهم؟ ونبهتك عن هذا الموضوع، بعرف إنه ما عندك نوايا سيئة، فهمنا، بس ليش يا ديما؟ ليش دائما لازم يكون في أسرار؟ لا تعصب، اهدى شوفي. شلون بدك يعني اهدى وانت هيك عم تتصرفي؟ ديما مو مقبول هيك، نحن مشينا سوا بطريقنا وأخذنا قرارنا، بس انت عنيدة، عنيدة كتير، ليش مصرة نكون هيك؟ ليش؟ لتكون مفكرني مبسوطة لما تخبي عنك عمر. لعلمك قبل ما أشوفك وحبك كنت وحدة واضحة وماشية دغري وما كان عندي شي مخبى، لو بيقطعوني ما كنت أكذب، بس هلأ لا،
كلكم بتخوفوا، حياتكم بتخوفني. يمكن يكون خوفي كله من هذا الحب بخليني خايفة ومرعوبة. خوف؟ في شيء مو مفهوم، شو يلي مخوفك؟ يا وجودك معي مو محسسك بالأمان؟ عمر شو صار لك؟ اسكت واسمعني شو بدي أقول. أنا ولا مرة كنت عم بس دقيقة عم لك اسمعني. أنت مأمن لأنه أنا بنت ما بتخوف. شو ما صار بتعرف إنه ديما رح تضل موجودة لأنه أنا جنبك على طول. تعرفني رح حبك لآخر يوم بعمري. هذا رأيك ديما؟ عن جد هيك عم بتفكري؟ الغموض اللي عايشة فيه خلق مسافة وتوتر، عم كون قريب وأحميكي لنقتل هذا الخوف. بس أنا بجوز لأنك قوي كتير عم خبي عنك لأنك مستحيل تتسامح مع شي ما خطر لك هذا الموضوع. أنت ما بتغلط لأنك الصح على طول، دائما بتشوف حالك بالمكان والزمان الصح. مثلا أنا بحس أنه ما بقدر أغلط قدامك، بس أنا إنسان يا عمر، إنسان إنسان فهما. أنا عندي أغلاطي ومخاوفي وقلقي مثل كل هالبشر، وما حدا فينا كامل ولا بحياتنا رح نكون. بس أنت على كل شغلة بعملها مستعد تحكم علي. طيب مثل ما بدك حكم علي. بدي فوت بتسمح لي؟ تفضلي يا خانم فوتي. شوفي بجمل مختصرة، اليوم أنا مشغول كثير وكمان معصب، بس رح أسمعكن كحسن أخلاق مني. شوفي غسان، أنت أخي لا تخبي شي بقلبك، احكي ما تستحي. يلا شو عم بتساوي هون لؤي؟ عن جد أنت شو عم بتساوي هون لؤي؟ حياتي اسمعي، بوقت غياب عمر رح أقعد محله. ياسمين كات. ما عم صدق شو هنهار هاد. هاي عمور، حياتي بعرف انك تفاجأت وقت فتت ولقيتني قاعد، صح؟ قول علي صوتك. شو عم تساوي هون لؤي؟ من هي اللحظة بدنا نتبادل الشخصيات أنا وياك، مع أنه مستحيل تزبط هالروح والشخصية ما بتتقلد. عندي جمال وكاريزما فوق وصف الخيال البشري. أنا صعب عليك عمر، انسى. لؤي عن جد أنا اليوم مو رايق ابنه. كأنك بقلبي بغيابك خبرتهم هالحكي. بعرف أنه مو سهل الواحد يكون مهم كتير، مزاجه يكون. اي فهمنا، رح امشي. اف ناس معصبه كل الوقت، فظيعين. يلي بشوفكم بيقول انتو بحياتكم ما في لا حب ولا شي، ناس مملين. انتو هيك لانكم دائما بتاكلوا اكل نباتي ودايتوا هالقصص المعته. من ورا غذائكم الصحي رح تطلع روحكم على بكير يا حرام. اي بدي لكم شغله مهمه، فتح جنبنا محل وافلز. قولي شو اشتهيت عليه. اي عمور معلش تضيفني وافل اليوم. لؤي مو اليوم. ولا انت قصة لحالك. ياسمين رجعت على الشركة من هون وانت انقلبت من هون، عنوان النكد صاير. خلينا نرجع لموضوعنا. شوفي خير، موضوع الميزانية، ياسمين عملت لك ميزانية خيالية والشركة ما بتتحمل هيك ضغط مادي بالفترة الحالية. او ممكن نشوفها بطريقة تانية. ياسمين حاولت بالفكرة يلي قدمتها انه تخلي باسيونس بالصدارة من ناحية الافكار وناحية الابداع. ايه بس عمر مو منطقية الكلفة، بس بالإبداع خيالية. ممكن تحكولي إياها مرة تانية مشان أقدر أفهم؟ تفضل. بدي أنا أحكي له بعد إذنك إذا بتسمحي. حكي له. شكرا كلك ذوق. ديما ديما ليش ما بتطلع لهون؟ تعي 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 عم نحكي. ديما ساعديني. طيب طيب جاي لعندكم. ما بدي روح لعندهم هلا بس مجبورة. قومي ديما يلا. مستحيل عمر، مو قدرتنا نتحمل هالكلفة. كونوا منطقيين، عم بحكي لأنه بعرف. لو سمحتوا خلينا واقعيين. أنا برأيي نظرتك غلط للموضوع. المهم هو البرستيج، عندك 8 صفحات كبار ونحن لازم نعبيها. مهمة الفرصة. أنا مع ياسمين في فكرة. تعي ديما. فريال مو دائما بتعرض علينا هيك فرصة مهمة. اعملوا دراسة تانية برأيي. ها انت مانك هون وما عم يفهمني حدا فيهم. شو صاير لهم؟ ما عم بفهم، رح يجننوني هو وياها. Hmm? Hmm.
ايه شكل عيونك شو شفتي؟ شو شفتي ديما؟ احكي لنا ليش هيك صار وشك اصفر؟ فكرة بعثت له رسالة لعمر. توقعت بخت له بارفان طلع ما فيه روايح، يعني كان تبعت مسج على الموبايل. ايه شوف هالحركات المولدنة هي. لؤي اترك الرسالة من ايدك. ايه عمور ما عندك فضول ما بدك تفتحها؟ ممكن نضل بالمهم مفهوم؟ اذا ما بيهمك اطلع لبرا. فهمنا سويت هيك مشان نفتح حديث ونغير جو التوتر. ما حدا عنده فضول يعرف شو بعت له بالرسالة. اف جماعة مملين. خلص رايح. صباح الخير والياسمين. وينو صبايا باسيونس؟ ليش مو شايف حدا؟ ها؟ ربيع وصيف وجو حلو كتير. كيفكم يا بنات؟ شو الأخبار؟ أهلاً سامي بيك وأخيراً إجيت. رح نموت هون من الملل، كتير متوترين الكل. شو صاير خير؟ مو رايقين سامي بيك، المدراء كتير معصبين مثل البارود والنار. سامي بيك لو سمحت عمل شي. لا تاكلوا هم. سامي بيك؟ نعم ديما. ديما؟ تعي نفوت لعندي على المكتب. ماشي. لحظة، مو على أساس بدنا نغير جو؟ إيه سامي بيك؟ نغير جو، استنوا دوركم. شو بيصير يعني؟ حتى هو أخذته هي عليه. نريمان خانم هو إن استأجرتني وكل شي خبيته عن عمر، كل شي مكتوب برسالة مسدودة جوا على مكتبه. مشكلة كبيرة، مو لمصلحتنا يا راها. سامي بيك أنا شو بدي أعمل هلأ؟ حاسة حالي إنه عاجزة ومو قدران أساوي شي. تركي شوفها. كيف يعني؟ مدام أنت ما عم تقدري تواجهي تركي يقرأ شو مكتوب. ديما هلكتي حالك، خلصنا لهون وبس وبكفي. ردت فعله مخوفتني. لك عشتوا كل هالشغلات، أنت اختلفتي مع عمر ورجعتوا لبعضكم، برأيي إنه بالأخير رح يسامحك، إذا بحبك رح يسامح. مزبوط حكيك، بس إذا ما سامح مخاطرة تمنى كبير. ديما الموضوع تعقد كتير، من الأول عرفنا إنه هذا الشيء رح يصير بيناتكم. ما دام بدكم تبنوا حياتكم وتتجوزوا لازم تتجاوزوا هاي الكذبة. خلص تركي يعرف وبلشوا حياة نظيفة أنت وياه، وأصلا هذا هو الصح. طيب معناته لكان خلينا نصور بالطريقة اللي بدكم إياها، بس أنا رح أقول لآخر مرة إني ما بتحمل المسؤولية بنوب. ولا يهمك، أنا بتحمل كل المسؤولية، استنى وشوف. معقول هالحكي؟ هذا قرار مشترك أخذناه والمسؤولية على الكل طبعا. اتفقنا إذا هيك عمر. وأنا بتمنى لكم التوفيق. أي معناتها هلأ خالصين صح؟ لا تتخنقوا مرة تانية يا أولاد، اتصالحوا وبوسوا بعضكم وفيكم ما تتبوسوا بالناقص منك إلا. أخيرا أنا هلأ رح أكل وافل، بدي على فريز وعلى موز كمان. غسال حبيبي يجيب لك واحدة معي؟ لا كول بيهدي الأعصاب وبيحرق الدهون. كرشك صاير مهم كبران ومبين، هلأ مطقم أحمر رح تتركك هيك. أصلا شو عجبها فيك أبو كرش؟ أي خليني لحقهم لك أن أجيب رقمه لحتى وصيه. حياتي أنت بدك وصيلك معي؟ إي وعم بسألك نسيت إنه هذا ما بيأكل. روني روني. أي قديش فظيع أنا، قدرت أسرق رسالة من على مكتبه. فرجيني شو كتبت لعمر بهالرسالة، شو اللي بدها تقله يا؟ شلون بدي اقرا يلي بقلبها؟ ايه شو اعمل ملزقته؟ يا ترى شقه؟ لا لا ما بيصير، صعب لزقه مره تانية. ايه فكر شوي لؤي، فكر شلون بدك تفتحه.